حكوى ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء ساخن للدكتور فارس الحجري. أدلة قصصية لأمراض القلب والأوعية الدموية. شفاء امرأة عربية من نبضات القلب السريعة خلال شهرين ونصف بدون أدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور فارس، ربي يعطيك وجزاك خير. أنا آسيا، مقيمة بفرنسا. بدأت أشرب الماء الساخن شهرين ونصف، الحمد لله شافية من بعض الأمراض لي هي خفضات القلب السريعة. أخذت الدواء لي مدة 4 سنوات من غير نتيجة، والآن وقفت الدواء والحمد لله. ومشكلة أخرى، كان عندي كيس في ركبتي، بعد ما شربت مدة شهر اختفى. حتى الأطباء تسألوا المفروض نعمل العملية، وفي أشياء أخرى لم أذكرها الحمد لله. جزاك الله خير دكتور فارس، ربي يخليك صحتك، آمين. تحسين الرجفان الأذيني لامرأة أمريكية. عزيزي الدكتور الحجري، أريد أن أشكرك وزوجتك الجميلة على عودتكم للتحدث معي وإعطائي الماء الساخن للشرب قبل تقديمك للندوة. أنت شخص طيب للغاية، وأقدر حقا الرعاية والاهتمام اللتين قدمتهما. الماء الساخن ساعدني، لقد تعرضت لحوادث الرجفان الأذيني، أي معدل ضربات القلب غير المنتظم والسريع التي استمرت لساعات من قبل، ويمكن أن تكون مخيفة للغاية. استمرت حلقة الليلة الماضية لمدة 1.5 ساعة فقط. شكرا جزيلا لك. في الواقع فكرت عن علاجك الماء الساخن صباح أمس عندما بدأت دقات القلب السريعة، وساعدني الماء الساخن الذي تناولته بسرعة، وعدت مرة أخرى إلى وضعي الطبيعي. أنا أطبق علاجك الآن وأتوقع الأفضل عما رأيته من قبل. من فضلك أرجو تقديم شكري لزوجتك الجميلة كاثي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك. تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين، فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.